احنا دلوقتي معانا اتصال تليفوني باللواء اركان حرب ناجي شهود، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. سياده اللواء، اهلا بحضرتك معانا. مساء الخير استاذ عواطف، اهلا بحضرتك واهلا بزملائي العمل في الاستوديو واهلا بالساده المشاهدين. تكريم خاص وتحيه خاصه للسيده الفاضله ام السيد الشهيد، أهلاً. واهلا بها، اهلا في وسط اهلها وناس وسط المصريين. طيب سياده اللواء، بدايه عايزين نتكلم عن يوم الشهيد، امتى بدا الاحتفال بيوم الشهيد في مصر؟ طيب تسمحي لي في زمن سريع جدا، ببعت رساله الاول لكل شهداء مصر عبر العصور. نعم. وباكد عليهم يا شهدائي، احنا سامعينكم وارواحكم حوالينا بتطوف حولنا وبتسمعنا وبتسالنا، انتوا عملتوا ايه يا مصريين في الارض والعرض اللي انا قدمت روحي من اجله؟ وبنقول لهم اطمنوا، احنا حريصين على كل نقطه دم راحت وحريصين على جهدكم، مش هنفرط فيه ابدا، لان هنسال امام رب العزه عن هذه الارض وعن دمائكم وارواحكم ايها الشهداء. عندي اسئله هسالها لنفسي وهجاوب بسرعه شديده عشان وقت حضرتك. اول سؤال، ليه يوم 9 مارس تحدد للاحتفال بذكرى الشهيد؟ السؤال الثاني، ايه هو اليوم العالمي المحدد للاحتفال بالشهداء؟ يوم الشهيد. طيب معنى الاستشهاد في الاديان ايه والدنيا فيها ايه؟ طيب موقع ومكانه الشهيد في الدنيا والاخره؟ وبعدين مين هو عبد المنعم رياض رحمه الله عليه؟ وهل كل مصري مشروع شهيد؟ اكتشفت الاتي يا استاذ عاطف، قبل 69 لم يكن هناك احتفال بيوم الشهيد في مصر. اول احتفال كان واول تركيز لهذه الذكرى 9 مارس 1969 وهي ذكرى استشهاد المرحوم عبد المنعم رياض. طيب على فكره المصريين عندهم مبادئ وقيم واسس بيشتغلوا عليها. بمعنى ان عندي شهيد بعد 69 شهيد رئيسي في كيا مصر، ولم يتم تغيير هذا اليوم ابدا. 6 اكتوبر 81 امامات استشهد الرئيس محمد انور السادات، ولم يتم تغيير يوم الشهيد ليكون 6 اكتوبر، لا هو يوم 9 مارس. قبل هذا التاريخ لم يكن هناك تاريخ للاحتفال بيوم الشهيد، دي بعد ما دورت ورجعت بعيدك. هل هناك السؤال الثاني، هل هناك يوم عالمي محدد للاحتفال بالشهيد؟ لا يا فندم. الشهيد، كلمة الشهيد ببقية المفردات في اللغات المختلفة ملهاش مدلول. بمعنى كلمة قلم لها بنسل في الإنجليزية، كتاب له بوك وبلوغ كتاب في الليفر، مش عارف، يعني كل اللغات كل كلمة عربية لها مقابل بالإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الأسبانية. أما كلمة شهيد فليس لها مرادف في هذه اللغات، ما لهاش لغة ولا لغة فيها كلمة شهيد لها معنى مقابل، كلمة تساوي كلمة، لا لازم تشرحي ايه قصة الشهيد. طب اشمعنى في اللغة العربية بس؟ الشهادة أما رجعت الكتب السماوية لم أجد لها موقع إلا في الإنجيل والقرآن. الموقع اللي اكتشفته إن الشهيد في الشهيد عموما في اللغة العربية الشخص اللي يقتل لتحقيق هدف يجل قومه ويفضلونه. اتضح ان في المسيحيه الشهيد كل من قتل بسبب تبشيره بديانه مسيحيه وايمانه بها، وشهداء الكنيسه هم المسيحيين الاوائل الذين تم اضطهادهم عن طريق الرومان او غيره. اما في الاسلام فمن يقتل في سبيل الحفاظ على دينه وارضه وعرضه فهو شهيد. الشهيد ورد في القران الكريم في عده مواقع ما بين سوره البقره وسوره ال عمران وسوره النساء. على فكره انا ال 260 دوله اللي على مستوى العالم لم اجد دوله زيك يا مصر اسمها ثابت عبر هذه العصور كلها، لم يتغير ولم يتبدل طوال هذه السنين. طب ده يخليني اسالك سياده اللواء، يعني مع اختلاف الحروب والمعارك اللي خاضتها مصر، لو هنتكلم بدايه من حرب الاستنزاف ومرورا ب 67 حتى نصر 73 وبعدها الحرب على الارهاب، ازاي شايف العقيده العسكريه المصريه التي لم تتغير منذ ذلك الوقت رغم تطور وتغير اشكال الحروب؟ العقيده العسكريه القتاليه المصريه زي ما قلت حضرتك في 3 مفردات عند الحاجه قدام حضرتك وعندك وعند كل اهلنا وناسنا المصريين. 3 مفردات ما حدش يقرب منهم من المصريين. بتقرب من دينه ولا ارضه ولا عرضه. دي مفردات ثوابت ملهاش صله. ثم القوات المسلحه المصريه عندها ثوابت هي
القوات المسلحه المصريه والشرطه بجانبها بتنفذ اوامر الشعب المصري لانها تمثل اذرع شعب مصر. نعم. عقيدتها في القتال ان تنفذ اوامر المصريين من خلال محددين بدون او باقل خسائر. وحتى النصر او الشهاده. ادوات شعب مصر القوات المسلحه والشرطه تعلم ان شعب مصر استقطع من قوته ومن كسائه ومن غذائه الثمن البندقيه والطلقه والمدفع والطياره والصاروخ وسلمهم للقوات المسلحه والشرطه وقال لهم خدوا بالكم انا بكلفكم تحرسوا ارض مصر وسمائها وبحرها. حتى انه مكافحه الارهاب يعني لم تكن من مسؤوليات القوات المسلحه المصريه، لكن شفنا يعني دور القوات المسلحه والتنسيق مع الشرطه يعني للقضاء على الارهاب في سيناء بالتحديد. احنا خدنا من القوات المسلحه قوات محدده اسمها قوات انفاذ القانون بتنفذ مهام اللي تصعب على الشرطه المدنيه، الشرطه المدنيه لها تدريبها وتدريبها وامكانياتها وبتخالف مخططات الارهاب وافكاره ومهامه وتسليحه واجرامه. عشان كده استعنا بالقوات المسلحه لقوات انفاذ القانون اللي بعيدا عن وعاء القوات المسلحه اللي مش اللي غير مكلفه بمهام تامين الارض المصريه. قائد الوعاء التجنيدي للقوات المسلحه بيعاون الشرطه المدنيه في تنفيذ في مهام انفاذ القانون. هذا الامر زي ما قلت لحضرتك واتفقنا ان دول شعب مصر. دي اذرع مصر، زي ما المصريين بيامروا هم بينفذوا هذه القوات. ارجع مع حضرتك عشان ناخد عبره من انسان اللي استشهد في هذا اليوم 9 مارس 69. الراجل ده استشهد مش في مكتبه ورا على كرسي المكتب ولا في بيته ولا في القاهره، ده استشهد على الحد الامامي على قناه السويس في احد الخنادق جنب جنوده وهو بيرقب الشاطئ الشرقي للقناه وبيفكر يا رب انت حطيت المسؤوليه دي في رقبتي من يوم 11 يونيو 67 توليت رئيس اركان حرب القوات المسلحه. ليه يا رب شيلتني المسؤوليه دي؟ يا رب الارض اللي قدامي دي لازم ترجع. في قناه السويس هنقتحمها. في بيبنوا تجهيزات هندسيه صعبه وشكلها منيعه جدا هنهدها ونكسرها. احنا شعب مصر عندنا مبادئ وعندنا قيم ولا نحيد عنها ولا ولذلك كان يعني اختيار ذكرى الشهيد الفريق اول عبد المنعم رياض انها تكون ذكرى يوم الشهيد اللي احنا بنحتفي بيها كل عام. ايوه انا بس عايز اوضح لحضرتك جزئيه عشان الشباب يتعلموا. على فكره الراجل ده له فلسفه في الحياه هوجسها في مقولتين ثلاثه اللي عينه رئيس اركان كان يدرك ان من ضمن فلسفته وده كلام اللي قاله هو نصا قال ايه؟ ان تبين اوجه النقص لديك تلك هي الامانه. وان تجاهد اقصى ما يكون الجهد بما هو متوفر لديك فتلك المهاره. هو جمولي ان دي ثقافته وفكره نجح انه يعد الانسان المصري والدنيا كلها كانت مجمعه ان المصريين ما يحاربوش والمصريين ما يعدوش القناه والمشاكل تتحل سلمي وسيناء تروح خلاص زي ما دول العالم رسمت الخرايط خريطها سيناء جوه اسرائيل ووصل حدودها خريطه السويس. ده اما اختاروا هذا الرجل لتنفيذ هذه المهمه المهام كان دي ثقافته وده فكره. لكن في اقوال هقولها ومش هطول على حضرتك. قال ايه؟ قال اذا حاربنا حرب القاده في المكاتب فالهزيمه محققه. انما كان القائد الصحيح وسط جنودهم واقرب الى المقدمه من المؤخره. هو طبق اللي قاله رحمه الله عليه وقال كذلك ايه؟ كن بين جنودك في احلك الظروف. ولا يرون منك علامات القلق والارتباك. الله. احنا خدنا الاقوال دي وبنترحم عليه وعلى كل شهيد واعيد رسالتي واقول لهم يا اهل مصر يا شهداء مصر. طيب ويمين الله كل شعب مصر متذكركم تماما وام الشهيد اللي قدامك اللي بنقدم لها كل الاحترام. يا ريت عايزين كلمه بس في النهايه نوجهها يعني للمهندسه عزه محمد ودايما بنقول انه ورا كل شهيد ام عظيمه، كلمه توجهها خاصه يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي في سيناء الحرب على الارهاب اتت بثمارها، سيناء دلوقتي خاليه من الارهاب، سيناء دلوقتي احنا شايفين التنميه اللي موجوده في سيناء، فكلمه توجهها بقى المهندسه عزه محمد. يا مهندسة يا أختي عزة بوضح الآتي. أولا إحنا نجحنا القوات المسلحة والشرطة في تحكيم وتقزيم الإرهاب في حلول الإرهاب شرق القناة وبنقطع عنهم النور والمية تباعا وتدريجيا وهيجي وقت مع التعمير والتنمية وسيناء بفضل الله تكون جنة الله في أرضي زي ما تجلى على جبلها وزي ما عاشوا فيها الأنبياء ومروا فيها الأنبياء
هتعود جنة بفضل الله كل الدنيا وكل شعب مصري يتمنى يعيش فيها. أما أنت يا أم البطل يا سيدة يا جميلة، يهمني أقول لحضرتك أنت كنت في منتهى التواضع من قبل الهوى مباشرة، قبل ما أدخل مباشرة وقلتي جملة، قلتي أنا ما ربيتش للقوات المسلحة. لا يا بنتي، أنا باخد الشاب قوات مسلحة ما بين 18 و19 و20 سنة، اتعلم فيهم كل ما يلزمه كإنسان إنه يعيش محترم، اتعلم من وهو على صدر حضرتك، اتعلم الانضباط العسكري، اتعلم قدام أبوه وأخواته الضبط والربط والحياة العسكرية. أنتوا علمتوه الحرام والحلال والصح والغلط والعيب والوطن والدين، كل ده زرعتيه وهو طفل قدام عينك قبل ما تسلميه المدرسة، ونسلمه المدرسة نسلمه كلية حربية. الفضل لك يا أمي، الفضل لك يا أم الشهيد، الفضل لك أولا وأخيرا. وعلى فكرة دايما بقول لك اطمني قوي قوي، احنا عارفين معنى ايه أم تفقد ابنها أو أب يفقد ابنه. احنا عارفين إن هذا الابن فارش السجادة الحمراء من هنا لمدخل الجنة لأمه ولكل من تألم بسببه. إذا كان ده مقدمة للمصريين، فما بالك أمه اللي بنعتبرها شيء جميل قدمت لمصر هذا ولا زالت قادرة على العطاء، وقادرة بتقول لو عندي 10 أبناء هقدمهم لمصر. ابنك في طريقه إلى جنة الخلد وفارش لك سجادة كبيرة قوي قوي حمراء منورة مشرقة، ويا رب يكون لنا نصيب ويلحقني بيه كشهيد وقابل ربي زي ما ابنك قابل ربه وهو سعيد بآخرته زي ما ربنا ستره دنيته. لكي كل الفضل يا باشمهندس عزة. شكرا لحضرتك يا فندم. ربيتي هذا الرجل. شكرا لحضرتك يا فندم. أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنا بشكرك شكرا جزيلا.